السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن اليوم في حي بهاش الأحد 14 مايو في العاصمة جيبوتي في منطقة حرق فيها 20 منزل أهالي المنطقة، وجمعية إيثار وجمعية سنابل الخير بيوزعوا السلة الرمضانية. Today we are in بهاش area in Djibouti, the capital. In this area, 20 houses have been burned down, and Ithar from UK and Sanabul Khair from Djibouti are distributing the Ramadan food distribution. 25 kilo of flour, 25 kilo of rice, 12 kilo of sugar. Sugar 25 and date and pasta and ghee and which is butter and drink and oil. يعني في السلة الرمضانية فيها 25 كيلو سكر، 25 كيلو رز، 25 كيلو دقيق، وفيها كذلك عبوة كبيرة ل 8 كيلو جرام من البلح تمر، وفيها مكرونة، وفيها زيت، وفيها كذلك سمنة، وفيها عصائر، وفيها طماطم. دي سلة رمضانية تبرع بها جمعية إيثار وجمعية سنابل عشان السلة الرمضانية في حي بهاش في جيبوتي. وأنا بنشكر كل المتبرعين في بريطانيا وفي الدول الأخرى. We thank everybody who donated this kind of food to these families in the area of بهاش in Djibouti. رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير. May Allah bless you for Ramadan and keep doing the do good work every time to help our brothers and sisters here in Djibouti, in Eritrea, in Somalia, in Yemen, every part of the world. عشان نساعد أهلينا في جيبوتي وفي أريتريا وفي الصومال وفي اليمن وفي كل مكان وفي سوريا إلى آخره إلى آخره إلى آخره. اتسترا اتسترا اتسترا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من جيبوتي.